ميد راديو. ميد راديو. التركيز التركيز التركيز، هذا الهاجس اللي ولا حاضر عند الكبار عند الصغار، هذا الهاجس اللي بطبيعة الحال تيسعى الجميع انه يحقه، انه يحقق هذا الامر ديال التركيز، وانه يكون تركيزه قوي وذاكرته قويه واستيعابه قوي كذلك، واستحضاره للمعلومات اثناء الامتحان او اثناء الحياه اليوميه او في معرفه معلومات كثيره. فهذا الأمر هذا تسعوله معظم الناس، وكيكون هدف من أهداف ربما أو حلم الأحلام. فكيفاش أنه نربيه الأبناء على أنهم يكون عندهم تركيز، تركيز اللي غيساعدهم ليس فقط في الدراسة، وإنما غيساعدهم في أنهم يكونوا ناس اللي هما تتعطشوا للفكر، تتعطشوا للعلم، تيركزوا في المعلومات الإيجابية وتيبعدوا على المعلومات السلبية، وكيعيشوا واحد نوع من الاندماج مع الدراسة على أنها شيء اللي هو ممتع، شيء اللي هو من الضروري أنهم يمشيوا له برغبة ورغبة قوية وجامحة. فكيفاش أنه نخليوا عندهم تركيز في الدراسة مع الكتب؟ لازم أن هذه الكتب نجعلوا لها عندها واحد الواقع، واقع يمشي على الأرض. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، يعني تجسيد، تجسيد المعلومات اللي كاينة في القرآن الكريم، الأحكام الشرعية اللي كاينة في القرآن الكريم، الحيثيات المتعلقة بحياة الإنسان ككل في القرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم تجسدها في الواقع. فإحنا هكذا خصنا نتعاملوا مع الكتب المدرسية ومع المنهج الدراسي اللي هو تشكل عائق للأطفال والمراهقين. لما تحسوا المراهقين أنهم بعيدين كل البعد عن الواقع، فطبيعي أنهم ما يعجبهم شيء أنهم يجلسوا قدام ديك الكتاب ويحفظوا ديك الدروس، أو لا ينجزوا التمارين ديالهم، أو لا أنهم يقول لك مادة التاريخ شنو عندي ما ندير بيها، هذيك الشيفات ومات ما عندي ما ندير به، أو مثلا الرياضيات يقول لك فايش غتنفعني، لا ياش أنا غنضع راسي مع هذه المعادلات، ولا ياش غنلقى هذه الصعوبة. الفيزياء نفس الأمر، مواد كثيرة، لغة الفرنسية، لغة العربية، إنجليزية، إلى غير ذلك، حسب الصعوبة فين كاينة عندها الطفل أو هذا المراهق. لكن إلا خدينا واحد المنهج، منهج ديال أنه لما يكون في نعومة الأظافر دياله، منذ نعومة الأظافر، نستعملوا واحد الأسلوب ديال الربط، الربط مع الواقع، وإنشاء ملكات، ملكات متعلقة ببعض المواد، مثلا الرياضيات. كيفاش أنه يحب الرياضيات؟ فلما يكون طفل مازال صغير، لازم أنه تربطوا عنده الحس ديال الرغبة في حساب الأشياء مثلا، ماشي بشكل مفرط، وإنما أنه تيحب هادو، تنقلوا هادي راه هو الرياضيات، كتبدأ بالحساب، ماشي حتى كيمشي المدرسة مثلا عاد كيولي كيتعلم وكيحفر في ملزم، وربما يعاقب الأستاذ، ربما يضربه. فممكن في البيت مثلا الأم تقول للطفل أنه يحسب شحال عدد زليج مثلا اللي كاين في هذيك الغرفة، شحال زليجة مثلا، أو لا يحسب شي نوار كاين، يعني أزهار كاينة في الدار، أو لا يحسب مثلا السقف شحال فيه مثلا من زينة. كنلقاو بأنه السقف ديال القفص مثلا عند بعض الناس تيكون فيه واحد النويرات أو لا شي حاجة. فاللي مهم الشاهد هو أنه يكون عنده علاقة بالبيت أولا، يكون عنده علاقة بالأشياء اللي هو كيستعملها، شحال عندك مثلا من لعبة، شحال عندك من، ليس بالضرورة اللعب يعني كثرة اللعب، لعبة واحدة كيكون فيها قطع صغيرة شحال العدد ديالها، وهذا العدد مثلا إلى نقصنا منه هاد الجوج شحال يولي، وإلى زدنا فيه هاد الجوج شحال غادي يولي. واحد نوع من الربط بالأشياء اللي هي ملموسة عند الطفل، هذا يجعله يحب المادة من بعد، سيقول بأنه راه مادام أنا بديتها سابقا راه غتكون عندي ميسرة. هذا ما كيقول هو مع نفسه. ثانيا تيولي عنده إقبال عليها، ما تيبقاش واحد الحاجز نفسي بينه وبينها. وكنعرفوا أنه المراهقين وكذا كيتداولوا مع بعضهم أن الرياضيات صعبة، فيزياء صعبة مثلا، الفرنسية صعبة، كذا كذا، يعني مجموعة من الأمور، أو أي مادة اللي مثلا تيكون خفق فيها واحد تلميذ فيبدأ يتنقلها مع الآخرين، وكتكون فكرة، فبالتالي كتجعل واحد الحاجز ذهني ما بينه بالمادة. لكن اللي تيكون عنده
واحد الارضيه مسبقه، خصنا نعطيهم كذلك واحد الجواب، جواب ذاتي اللي يحملوه، انه ماشي بالضروره اللي كان صعيب على الاخر غيكون صعيب عليا انا. بالعكس كاينين الناس اللي هما متفوقين، فكنكونوا نيت المتفوقين، وحتى الا ما كانش عندنا نماذج ديال المتفوقين او لما تنعرفوش شي انسان اللي هو نجح في ديك الماده مثلا او في داك الشيء عموما في الحياه، فحنا تيكون عندنا واحد اليقين انه حنا قادر على الانجاز، ما دام العلماء قبل منا انهم نجزوا فحنا كذلك قادرين. اذا القدره هذا شيء اساسي بانه يعتقد كل انسان في نفسه. فهذا مثال ديال الربط بالواقع. فمثلا مادة التاريخ، التاريخ مادة اللي كاين اللي تحبوها وكاين اللي ما كتعجبهم شيء، فممكن أنه حتى من الطفولة أو مع المراهق مثلا الأم تبدأ تحكي واحد التاريخ عائلي، واحد التاريخ اللي هو جميل، تاريخ مثلا ديال المغرب، تاريخ بعض الدول اللي هو مثلا تتعجبو، مثلا تيعجبو واحد اللاعب الكرة، اجي نقلبو على هذيك اللاعب الكرة مثلا شنو هو الموطن ديالو، وهنا غنقولوا له هاي الجغرافية، ها علاش نبغوا نعرفوا الجغرافية، هاي الدولة المجاورة على اليمين، هاي اللي على اليسار، هكا فتيحس انه كاين ارتباط، فلهذا كنقراو الجغرافية. وشحال من كيلومتر مثلا كيفصل ما بيننا وبين هاد الدولة، وشحال من كيلومتر تيفصل بيننا وبين هاد القرية مثلا، وشحال هادي أمور اللي عندها علاقة بالواقع واللي تتخليه يقدم ويقبل على الدراسة، وهو تعرف بأنه كاين منها جدوى، كاين منها جدوى، أنه بدأ كيتداول عند بعض الشباب أنه شنو لا يش غنقرأ، نقرأ على ودي ديبلوم، ربما ندير شي مهنة أخرى، نمشي للعب كرة القدم أو لا نمشي للغناء أو لا نمشي كذا حسن لي، فهو أربح فيه، أربح وفيه كذا وفيه كذا. فإحنا ما كان طعنوا شيء في هذا الجانب هذا، أو في جانب الرياضي والتفوق الرياضي، أو في مجال آخر ولا كذا، لا، وإنما الغرض أنه إنسان يعرف قيمة العلم وقيمة العلماء وقيمة العلم عند تدار بأجره عند الله عز وجل، وقيمته في الحياة، كن ما تريد في المستقبل، لكن دراسة طبيعة الحال هو شيء أساس اللي غتستفد منها وستفد منها أمور كثيرة جدا. فإذا هذا الربط الجوانب أو المواد بالواقع شيء أساسي ومهم جدا أنه تسعوله الأمهات والآباء والمربين جميع، لأنه غادي يخليهم كيتهناو من بعد على وليداتهم، وتيخليهم أنهم تيكون محفز نابع من ذات الطفل أو من المراهق، وكيستمر هو فرحان.